ورحمة الله وبركاته. أزمة بين الخطيب والشناوي بسبب إمام عاشور. علي معلول ومنتخب تونس. شوبير ينتقد جنيش. وفتوح يساوم الزمالك. نبتدي في الأزمة الإعلانية اللي بطلها إمام عاشور وكواليس خلاف بين الأهلي ومحمد الشناوي. تحدثت تقارير صحفية وإعلامية عن ما يشبه أزمة بين إدارة الأهلي وبين حارس مرمى الفريق محمد الشناوي. هذه الأزمة على خلفية بسبب أحد الإعلانات لأحد رعاة النادي الأهلي والذي سيتم تصويره بعد عودة النادي الأهلي من الإمارات وخوض منافسات بطولة السوبر المصري. الواقع أن الراعي طلب ورشح محمد الشناوي لتصوير الإعلان بعد العودة من الإمارات بمبلغ 5 مليون جنيه، لكن إدارة الأهلي رشحت إمام عاشور لاعب الفريق للراعي، وهو ما أثار غضب واستياء محمد الشناوي. لتحدث حتى الآن أزمة بسبب هذا الأمر. محمد الشناوي وفور العودة قرر الجلوس مع الإدارة الحمراء لمعرفة كواليس هذا الأمر ولماذا تم ترشيح إمام عاشور لتصوير الإعلان على الرغم من أن الراعي رشح الشناوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده الناس اللي بنقول لهم انتوا بتخلوا اللاعب يوصل لجنون العظمة. إمام عاشور اللي أهان رموز الأهلي، اللي أهان جمهور الأهلي، بتحاولوا تعملوا له تمثال جوه النادي الأهلي ليه؟ علشان تثبتوا لنفسكوا انكم صح، ان إمام عاشور صح، ان إمام عاشور لاعب مميز لازم نضحي بمبادئ وقيم النادي ورموز النادي تحت اي ظرف. بتحاولوا تعملوا أزمة بين اللاعبين وبين بعضهم. أحمد الشناوي، محمد الشناوي اللي شايل النادي الأهلي. محمد الشناوي كلنا شفنا رجولته في المباريات. أي نعم الواحد زملكاوي بس بيقول اللي شافه. محمد الشناوي السبب في نجاح نادي الأهلي. بيفضلوا إمام عاشور عليه رغم إن المعلن نفسه الشركة الراعية عايزة الشناوي، لكن لأ، الخطيب عايز إمام عاشور. انت بعد كده هتمسكوا النادي يا خطيب. يعني اللي بيتعمل ده اسمه حالة مرضية. انتوا فعلا عندكم حالة مرضية لازم تتعالجوا، لان اللي بيحصل ده مش طبيعي، مشفناهوش في اي مكان ولا اي نادي. نرجع لمرجعنا. لهذه الأسباب أنا ضد التجديد لأحمد فتوح، لأن أحمد فتوح كان يساوم الزمالك. في رأي مختلف تماما لأحمد يويدار لاعب الزمالك الأسبق في ملف تجديد أحمد فتوح لاعب الفريق الزمالك. أحمد فتوح الذي جدد تعاقده مع الزمالك منذ أيام بعقد جديد لمدة 3 مواسم بعد سلسلة من الأزمات يعلمها الجميع مع النادي. أحمد يويدار أكد أنه ضد فكرة التجديد لأحمد فتوح منتقدا ما حدث، مؤكدا أن أحمد فتوح جدد مع الزمالك لأن الأهلي وزد رفضوا ضمه إلى صفوفهم. وواصل: أنا ضد التجديد لأحمد فتوح لأن فتوح ساوم الزمالك ولأنه يجب أن يرتدي شارة الكابتن في الفريق، والتجديد لابد أن يكون للمخلصين للنادي فقط. وأضاف دويدار: عارف أن فتوح عليه ديون كتيرة. فتوح اشترى فيلا كبيرة وسيارتين، وهو ما جعله في دوامة الديون. وأتم دويدار قائلا: الأخبار الواردة من الأهلي تؤكد أن لاعبين الأهلي الكبار رفضوا انضمام فتوح للأهلي، وعلى هذا وبعد ذلك أنا اختفيت العروض له جددا بعد ما اختفت العروض له جددا لزمالك. طب هم قبل كده رفضوا إمام عاشور ومع ذلك ضربوا بكلام الرموز بتاعتهم عرض الحائط، مع أني فتوح ما عملش اللي عمله إمام عاشور. فالكلام اللي بيدور على أنهم رفضوا، لا ما حصلش، ما فيش رفض. هم ما قدروش يضموه بشروط بتاعته، لأن عندهم علي معلول. هو شرطه أن علي معلول يمشي من نادي الأهلي،
علشان هو المكان بتاعه مكان علي معلول، وهو عايز يروح أساسي. هي دي الفكرة. لكن هم حكاية رفضوه أو ما رفضوش، الكلام ده مش مظبوط. الإعلام اللي كان طالع للنهار، والإعلامي اللي كلنا عارفينه اللي ابتدى بإشاعة إن فتوح ماضي للأهلي والفتوح خارج الزمالك، كلنا عارفينه شوربة. فهو ده اللي طلع قال الموضوع ده. الموضوع بالنسبة لفتوح منتهي يا جماعة، الكلام ده من شهور. المفروض يطلع يعتذر لأنه هو إعلامي فاشل، المفروض يعرف المعلومة كويس، وبعد ما تتم يبقى يطلع يقول أخباره. هنروح لعلي معلول اللي كان فتوح عايز يمسك مكانه. علي معلول يقود قائمة تونس المختصرة في كأس أفريقيا. أعلن جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي قائمة نسور قرطاج المختصرة التي ستخوض منافسات بطولة كأس أفريقيا، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال شهر يناير القادم. وشهدت قائمة المنتخب التونسي تواجد علي معلول لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، فيما تم استبعاد حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي. ده علي معلول، وعلي معلول راجل في الملعب، فعلا من اللعيبة المميزة. هنروح للأخ شوبير وانتقاده لجنش. وجه أحمد شوبير الإعلامي بقنوات أون تايم سبورت، الواحد مش عارف إعلامي إزاي، جاب منين الإعلام؟ هو دبلوم تجارة دلوقتي يا أخوانا، ليها باب ناحية الإعلام، يعني بيطلعوا في تخصصات كده في دبلوم التجارة، مش بكالوريوس تجارة، دبلوم تجارة فيها تخصصات يطلعوا منها للإعلام. الإعلامي شوبير أسأت للإعلام. وجه انتقادا لمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر قبل مباراة فريقه أمام الأهلي. والتقى الأهلي ومودرن فيوتشر في السابعة مساء الخميس في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمحدد إقامته على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة. كلنا شفنا المباراة وكلنا شفنا الهزل اللي حصل فيها، وخصوصا من إمام عاشور ضد لعيبة فيوتشر. قال شوبير خلال حديثه عبر قناة أون تايم سبورت، شوبير مش بس في التلفزيون، لا ده في الراديو، يعني عرفنا هنا وهنا. عندي عتاب على جنش، هو عنده زعل وعنده مرارة، هو شايف انه يستحق ان يكون على الاقل من الحراس السبعة اللي تم الاعلان عنهم للانضمام للقائمة المبدئية لمنتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية. وأضاف لكن يا جنش انت كابتن فريق مودرن فيوتشر، وانت لعيب تقيل ولعيب كبير، والناس بتثق فيك ثقة كبيرة جدا. كلمة انا أبدأ وأنا مش عارف إيه، ده مش مجاله في المؤتمرات الصحفية. وأكمل شوبير الإيبا، أنت بتتكلم على المباراة والاستعدادات والدنيا شكلها إزاي، وبتتكلم على فريقك، ممكن تقول إنك مستغرب إن في لعيب واحد من مودرن فيوتشر في القائمة. من حقك تقول هذا الكلام. اختتم شوبير حديثه، لكن هنا الكلام لازم يكون بميزان وحساب، لانك كابتن الفريق لما تتكلم خلي بالك، لان ده مهم جدا. ايوه طبعا لازم يخلي باله، اصله مش اهلاوي، اصله مش شوبير اللي طالع مصدعنا ليل نهار، اللي هو لا اعلامي ولا لاعب، هو كله كان لاعب في الاهلي، حارس مرمى فاشل، وبعد كده راح المنتخب حارس مرمى. هو مش عصام الحضري، معلش مع احترامنا للأخ شوبير، هو مش عصام الحضري علشان يتعامل لي البروباجندا دي كلها، ويمسك الإذاعة ويمسك التلفزيون ويطلع في كل مكان. مين شوبير ده؟ حد يقول لنا
أكتر من إنه كان حارس مرمى فاشل. زي ما بنقول هو مش عصام الحضري، الأساسي بتاع المنتخب كان عصام الحضري يا شوبير، علشان توجه أي لاعب وتقوله تتكلم كويس أو ما تتكلمش كويس دي مش شغلتك، أنت اللي المفروض توجه نفسك إنك تتكلم كويس عن أي لاعب، لأن جنش في مكانه أفضل منك أيام ما كنت حارس مرمى. فهنقول إيه بقى؟ لأن الدنيا سايبة ومفيش ضابط ولا رابط، وسابين أي حد يتكلم، أي حد يتكلم غير النادي الأهلي لأ، يقف عند حده. الراجل ما قالش حاجة غلط، قال مفيش ولا واحد من فيوتشر انضم للمنتخب. ليه يا جنش؟ علشان يا جنش المنتخب ده اسمه منتخب الأهلي مش منتخب مصر يا حبيبي، لازم تبقى تلعب في الأهلي علشان يضموك للمنتخب. بس من الآخر دي الخلاصة، لأننا عندنا منظومة فاسدة، لأننا عندنا اتحاد فاسد انتماءه وولاءه للأهلي، عندما إعلاميين أصلا مش واخدين شهادات بيسموا إعلاميين، للأسف عار على الإعلام، بس إنهم بينتموا للنادي الأهلي. إحنا منظومة فاسدة، بدليل لما إدارة الأهلي حصل فيها فساد، فساد كامل، فساد مالي، ده مال عام. الوزير اتشال لكن الإدارة ما اتشالتش، الوزير اتشال الإدارة ما اتشالتش، مع أن الوزير كان أهلاوي طاهر أبو زيد، لكن في نادي الزمالك مفيش أي مخالفات مالية، لكن المجلس لازم يتحل. هو ده الفرق بين الدولة، الدولة لما بنقول الدولة متزملكة، الأخ العبيط اللي اسمه علاء صادق ده ولا علاء كاذب يقول لك زملكة الدولة، لا فين هي زملكة ده؟ الدولة أهلاوية، المنظومة الرياضية كلها حتى الرموز اللي بيقولوا عليهم تبع الزمالك دول أهلاوية في صالح الأهلي، خدمين الأهلي علشان مناصبهم عشان كراسيهم. فنقول إيه؟ تحية كبيرة لنادي الزمالك المحترم، جمهور نادي الزمالك بيشجع نادي الزمالك علشان احترامه، عشان بطولاته الحقيقية مش المزيفة، عشان نادي القرن الحقيقي مش المزيف اللي بيطلع بالمجاملات والحكام، لا ده بيطلع بمجهوده بلعبته الرجالة. تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم، تحية كبيرة للجمهور العظيم جمهور نادي الزمالك.